بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله اليوم المحاضرة الثالثة من كورسات تريمبل كونكت بلاتفورم. اليوم إن شاء الله راح نشوف أشياء نفس الشيء داخلة في البروجكت مانجمنت أو البروجكت مانجمنت استراتيجي، من الأشياء يعني اللي تعتبر مهمة مشان تكون عندك فول كنترول على البروجكت and information exchange. ندخل على مشروع اللي هو بيم ريبيا بروجكت أو تيست بروجكت 01. كانت من الاشياء اللي شفناها اخر مره انه شفنا كيف نعمل بروجكت سيتنجز، كيف نتحكم في النوتيفيكيشنز. على سبيل المثال اذا كان اشياء يهمكم انكم توصلكم نوتيفيكيشن عليها زي الفايل ابلودد او اي شيء عنده علاقه بالفايلز او اي شيء عنده علاقه بالفولدرز، سواء اضفت فايل، رينيمد فايل، ريستورد فايل اتسترا، حتكون عندك كامل possibility انه توصلك نوتيفيكيشن على الايميل. على سبيل المثال اذا كان في كلاش او كلاش اساينمنت او اني اساينمنت يو ريسيف نوتيفيكيشن ايميل. كذلك تو دو اللي حكينا عليها اخر مره بس مش بالتفصيل او بتعمق، وين حنحكي عليها يعني خلال الكورسات القادمه. اذا كنت انت اسايند او الاسايني حتوصلك نفس الشيء نوتيفيكيشن، وهذه كامله داخل في اكيد البروجكت مانجمنت يمكن لك تتحكم فيها اذا كنت بروجكت ادمن. طيب في شغله ثانيه اللي هي حكينا عليها هي اليوزر بيرميشنز اور الفولدر بيرميشنز. اخر مره قلنا انه في 3 تايبس اوف فولدر بيرميشن، سواء كان قلنا نعمل تشيك على الفايل، نروح السمول ايكون او اللي هو اليوزر ايكون، بمجرد ما تعمل كليك. قلنا انه عندنا 3 تايبس اوف folder access for project member، سواء كان full access، read only access and no access. no access بطبيعة الحال حتخفي نهائيا الفولدر او الفايل عن اليوزر. read only يقدر اليوزر يعمل access للمشروع او الفايل بس كمتفرج فقط من دون ما يغير او يضيف او يشيل اي شيء. وفول اكسس اللي هي صلاحية بالكامل، يعني يقدر يحمل، he can add, he can delete, he can do a lot of things instead of reading only. طيب على ما اظن اخر مره يعني توقفنا عن موضوع الفولدر بيرميشنز. في شغله ثانيه مهمه جدا انتم ما يخفاش عليكم في البروجكت مانجمنت بصفه عامه، عندنا ما يسمى بالريسي ماتريكس او الراكي او زي ما تحبوا تسموها، اللي هي responsible, accountable, consultant and informed. انت كانفورميشن مانجر او بيم مانجر مشان يكون عندك تحكم اكثر في المعلومه. if you want to share a file or folder في عندك طريقه جميله جدا وفيري سموث مشان تشير المعلومات، سواء مع الناس اللي معاك في نفس الانفايرمنت او الكومن داتا انفايرمنت، او الناس خارج الكومن داتا انفايرمنت، والناس بالضروره مش راح يفتحوا حساب او مش لازم عليهم يعني يكون عندهم حساب في تريمبل كونكت. تقدر انت بطريقه ما توصل لهم المعلومه وتتحكم في الانفورميشن اكسشينج استراتيجي خلينا نقول. طيب نروح الورك ان بروجرس على سبيل المثال، ونروح الاركيتكتشرال موديل، ونحاول نحمل فايل. قلنا تحميل الفايل يتم عن طريقتين، سواء يو براوز وتدور على الفايل عندك في اللابتوب في الديسكتوب او في سبيسيفيك يعني فولدر، او تعمل دراج اند دروب فايلز هير. اي شيء يعني اسهل لكم اعملوه يعني. ناخذ هذا نعمله دراج اند دروب، بمجرد ما تخلص حتشوف انه يعطيك نوتيفيكيشن انه ابلودينج بروسيس. بمجرد ما يخلص يقول لك ابلود كومبليت. طيب عندنا الحين فايل بي دي اف. حنحكي من بعد اكيد في كورسات مستقبلا ان شاء الله عن النيمينج كونفنشن، وكيف تتحكم في النيمينج كونفنشن، وكيف تكون عندك فول كنترول على الميتا داتا وعلى الريفيجنز. طيب فرضا هذا الفايل حبيت تشيره مثلا مع خلينا نقول مع other stakeholders. sharing files عندك 3 types of sharing data or files. نفس الشيء، هو نفس برنسيب، او نقدر نمشي بنفس البرنسيب الراسي اللي هو responsible accountable زي ما حكينا consulted and informed. اذا كان واحد من التيم project team members تقدر تشير معاه easily الداتا، يعني يقدر يفتح، خصوصا اذا كان عنده حساب. واذا كان خارج دائرة خلينا نقول تريمبل كونكت نفس الشيء تقدر تشير معها. خلينا نروح واحدة واحدة نشوف شو 3 ستابس أو 3 شيرنج داتا تايبس. إذا حبيت بسيطة جدا، إذا حبيت مثلا تشير فايل تعمل بس تشيك عليه وتروح الأيكون اللي هو شير. بس معلومة بسيطة إنك إذا عملت تشيك على فايل سواء كان بي دي اف، وورد، ريفيت، اي اف سي، سكتش اب، تكلا، اني واي حتشوف يعطيك البوسيبيليتي انك تعمل فيو، يعني حيدخلك على الفيور او الانتجريتد فيور باي ديفولت، وعندك بوسيبيليتي انك تعمل له داونلود، وحنحكي بعد شويه على 3 دوتس مش قادر تعمل بالثري دوتس هادو. وعندك سمول ايكون زي ما شايفين بلس ومكتوب، بمجرد ما تحط الماوس بوينتر فوق الايكون البيبل اور تيم ايكون حتشوف كلمه شير. بمجرد ما تعمل كليك حتطلع لك سمول باليت اتس كولد شير داتا. طيب وش عندنا في الشير داتا؟ عندنا شير ويذ، عندنا بيبل اند نوت. The first option اللي موجودة متوفرة في الشير داتا هي specific members of the project، يعني حاب تشير لسبب ما الفايل هذا مع واحد من التيم أو different team members. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا بلال، قلنا مثلا بلال أرك، إذا قلنا شخص ثاني اللي هو مهندس عمر، بمجرد ما تخلص تكتب نوت kindly check this out and send your comments. يعني انت شيرت معهم فايل ممكن حيكون قدر يكون urgent فايل او مستعجل على الشغل هذا، تقدر تبعث لهم تشير معهم، يعني the three team or project team members تشير معهم الفايل، أو يقول لك specific members of the project مع 3 members وتكتب note kindly check this out and send your comments as soon as possible. على سبيل المثال يقول لك note any access restriction placed on the files are removed when the files are shared. يعني على سبيل المثال على فكرة هذه النوت مهمة جدا. أنت لما تعمل فولدر permissions استراتيجي، على سبيل المثال بلال دريدي هذا أنت عامل له no access على الفولدر هذا، بمجرد ما تعمل له share، يعني بمجرد ما تدخله في دائرة sharing data راح يصير عنده access. يعني الاستراتيجي او الفولدر permission اللي عملتها من الأول حتلتغى اوتوماتيكلي، لأنك خلاص أعطيته access على الفايل هذا، وبدليل انه كتب لك no access restriction placed. يعني بمجرد ما تشير خلاص any restrictions regarding folder permission راح تنشال اوتوماتيكلي، بس مؤقتا. يعني مش معناها يعني اذا دخل من اول وجديد الفولدر على سبيل المثال حيكون عنده الاكسس، لا، عنده الاكسس على هذا فقط. تمام. بمجرد ما تعمل شير حيوصل ايميل، حيوصل ايميل للناس المعنيين. واذا حبيت مثلا توصلك نوتيفيكيشن انه شيرت مثلا، اذا حبيت توصلك نوتيفيكيشن تشوف هل هي تشيكت او تشيكت ان او اي شيء، راح توصلك نوتيفيكيشن على الايميل انه البروجكت ادمن زي ما شايفين. خلينا نبدل الايميل، حيقول لك انه بلال دريدي has shared the following items with you in a project on Trimble Connect، وراح يقول لك kindly check this out. نعم، check this out kindly check this out and send your comment as per as well. يعني زي ما شايفين بمجرد ما عملت sharing للفايل او للدروينجز او لل 3 دي موديل او اي شيء، راح يوصل ايميل اوتوماتيكلي لكامل كامل الاطراف. لكامل الاطراف من دون ما تعب حالك تكتب ايميل من الاول وجديد. يعني الايميل it will be sent automatically لكامل ستيك هولدرز. واضح؟ ممتاز. الشغله الثانيه او التكنيك الثاني to share the data اللي هي work in progress architectural model. التكنيك الثاني زي ما حكينا نروح للتيم ايكون شير داتا. second option اللي هي signed in users with the link. signed in users with the link يعني الاوبشن هذا انه مش ضروري يكون معك في البروجكت، قادر يكون معك في الكومباني، تمام، قادر يكون في مشروع ثاني، بس الشرط الوحيد اللي حاط لك اياه هنا انه sign in users with the link يعني signed يعني عندهم حساب في تريمبل كونكت. بمجرد ما تعمل كليك راح يقول لك people نفس الشيء بلال، او خلينا نقول منان عمر، او تكتب اني، خلينا نشوف لان وصلتني، عفوا وصلني في التشات، وين التشات؟ دقيقة بس، وصلني في التشات ايميل، خلينا ناخذ هذا ونحط اوكي. حطينا هذا اني سايند ان يوزرز وذ ذا لينك. زي ما قلت لكم مش بالضروره يكون او مش حيكون في المشروع اوتوماتيكلي، يعني تقدر تضيف كذا واحد وتكتب نفس المسج اد مسج بليز send your ممكن quotation or price and your price your best price على سبيل المثال. والشغله الرابعه الاوبشن انه موجود اللي هي link expires on يعني تقدر تعطيه مده معينه، اذا ما فتحش اللينك هذا it will be expired automatically، يعني على سبيل المثال تعطيه الفرصه انه لمدة 4 أيام. طيب شوفوا معي الشغلة المهمة الثانية اللي هو الأكسس. عندك 3 or 2 عفوا options في الأكسس، يقول لك view only or view and download. فرضا هذا supplier وأنت محتاج من عنده إنه يعطيك the best price، بطبيعة الحال أعطيه الأكسس مشان يعمل view and download، يقدر يشوف الفايل اللي هو المخطط ويقدر يعمل download. إذا كان informed على سبيل المثال رئيس الشركة ويكون عنده حساب في تريمبل كونكت، أعمل له فيو اونلي لأنه ما يهمش إنه يعني ما يحتاجش يعني إنه يعمل له داونلود، بس راح يشوف تكون عنده البوسيبيليتي إنه he can view the file without يعني في viewer or integrated viewer by default. تمام؟ وتعمل share على سبيل المثال view only share، واليوزر بطبيعة الحال راح يوصله ايميل وراح يشوف الفايل ويقدر يعمل له تشيك، بس ما تكونش عنده البوسيبيليتي انه يعمل داونلود. الاوبشن الثالث اللي هو غالبا نستعملوه مع الناس اللي ما عندهمش خلينا نقول ما عندهمش حساب في تريمبل كونكت، نفس الشيء تعطيه اللينك expires on the date، تختار the date وتعطيه view only or view and download. هذا من الناس اللي ما عندهمش تريمبل كونكت ومش مهتمين اصلا انهم يعملوا حساب مثلا على سبيل المثال تريمبل كونكت، تعطيه view and download سبلاير على سبيل المثال، او ممكن يكون السيو، تخليه يشوف مثلا 3D or perspective عفوا اخر رندر للمشروع، تعمل share وهاو لكم هذا اللينك copy ليك done، راح يوصلوا اللينك على الايميل. واضح؟ نظن انه واضح. طيب هذه فيما يخص sharing data. يعني حاليا انتم عندكم 2 very important options، يعني الاوبشن الاول انه you have to work on the folder permissions، مين اللي عنده الحق يكون full access or view and view only، من اللي عنده الحق يشوف مثلا فقط الاركيتكتشرال موديل، ومن اللي عنده الحق. يعني انت you have to prepare or create your own strategy، يعني structural group على سبيل المثال. اذا كنا احنا شغالين في common data environment work in progress shared published and archived، structural team مش بالضروري يكون عندهم access او اكيد مش راح يكون عندهم access على ال work in progress بتاع ال architectural team، نفس الشيء ال MEP team، بس حيكون عندهم كامل نفس الاكسس على على الشيرد، تمام، ويكون عندهم اكسس على الببلشت على سبيل المثال، اللي هو بيدوروا عنده اكسس الاونر عنده الاكسس على الببلشت والشيرد. واذا حبيتوا تدخلوا مثلا سبلايرز يسموها early involvement of suppliers and fabricators or contractor from the beginning، تقدر تعطيه اكسس على work in progress بس تعطيه view only، لانه مهم جدا انه يكون المقاول او سبيشاليست او سب كونتراكتور يكون يعني انفولد من الاول، مشان المعلومات تكون عندك رؤيه اوضح على المشروع وتتجنب الكثير من الاخطاء، تمام، اللي هو integrated project delivery system، تمام. والسكند ثينج بعد الفولدر بريميشن مرات تكون عندك ايميلات تحب ترسلها، يعني مش بالضروري تحمل هذا الفايل وتعود تكتب ايميل من الاول وجديد، تقدر من تريمبل كونكت مباشره عن طريق 3 اوبشنز اللي موجودين، تشير المعلومه وحتوصلك الفيدباك اذا شباب يعني خلصوا قصدي خلصوا التاسك او they received the file. في شيء ثاني مهم جدا، لو واحد من الجماعه يعني سوى خليني نقول ايه في الاكتيفيتي، لما تروح الاكتيفيتي يقول لك الفايل اتس اوريدي شيرد، يعني تحب تعمل له ايديت، تحب تضيف له ناس ثانيين، او تحب تعمل له ريفوك تشيله بالمره. فرضا لو المهندس عمر او المهندس احمد اللي معانا يروح على عمر، المعلوم المهندس عمر عنده حساب في التريمبل كونكت، لو يروح على اكتيفيتي ويعمل داونلود راح تجيني نوتيفيكيشن انه الفايل داونلودد باي اكس اور واي او زي. لو يروح المهندس عمر ويعمل داونلود راح يشوف باللي حتجيني انا نوتيفيكيشن، وراح نشوف نرجع لها من بعد بمجرد ما يحمل مهندس عمر الفايل. طيب شغله ثانيه مهمه جدا اللي هي في الكوردينيشن اور الكولابوريشن. طيب خليني نفتح بس البينت نشرح لكم هذا يعني. طيب احنا خلينا نعمل ستراكشر اور بسيط يعني، دقيقة بس. اوكي هذا لا صراحة هذا ما يبلي بقول. طيب اوكي يمشي الحال هذا، وينه مش مشكلة. طيب فرضا عنا في الورك ان بروجرس اللي هما ستراكشرال تيم، وعنا الاركيتكتشرال تيم، وعنا الام اي بي، تمام، عنا الام اي بي. depends on the workflow. على سبيل المثال اذا قلنا انه structural team حيبدا بالستراكشر على سبيل المثال، او في بعض المرات الاركيتكتشرال هو اللي يبدا الاول، على حسب يعني على حسب مين حيبدا الاول، تمام. فرضا اذا قلنا انه الاركيتكتشرال تيم هم اللي بدوا درجه اولى، بدوا يطلعوا في الموديل، يعملوا الموديلنج، وحاطين الفولدر او حاطين الموديل في فايل which is shared with the structural and the MEP. يعني the work in progress it's work in progress. بمجرد ما يخلص بطبيعة الحال يخلص الاركيتكتشرال تيم الورك، يحط كوبي في الاركايف ويشير كوبي في الشيرد بعد ما يعملش بابليشت، بعد ما يعملش يعني مازال ما يوصلش بابليشت، تمام. بمجرد ما يشير الستراكشرال تيم والام اي بي تيم حيكون عندهم اكسس للاركتكتشرال موديل، اللي هو خلينا نقول 50% هذه كافيه للستراكشرال تيم انهم يعملوا ستراكشر، وكافيه للام اي بي على سبيل المثال يبدو توزيعات الدرينج اور ورايفر. يعني انا مجرد يعني شرح بسيط مش مدخلش في التفاصيل. انت كاركتكتشرال تيم فرضا انت عندك تو اوبشنز، خلصت الموديلنج ولا ما خلصت الموديلنج. يعني ممكن انا شغال على الفولدر وصلت مثلا ل 80% وهو اوريدي في الشارد، يعني على سبيل المثال اوريدي في الشارد او حطيته في الشارد، فجأة صار عندي موديفيكيشن على الموديل، يعني بعد انترنال ميتنج صار عندي موديفيكيشن على الموديل. كيف نعرف استراكشرال تيم؟ كيف نعرف استراكشرال تيم والام اي بي تيم انهم ما يعتمدوش عفوا 100% على هذا، لانه بعد ما خلص في شغله، يعني بعدني ما خلصت الاركيتكتورال موديل، يعني تقول لهم بليز ويت حتى اخلص الملاحظه فقط لي في الاركيتكتورال موديل وبعد يمكن لكم تستعملوه عادي. طيب انت مش راح تكتب ايميل وتعب حالك وكذا، الامر بسيط جدا. في شغله في تريمبل كونكت اسمها تشيك ان اند تشيك اوت، اسمها تشيك ان اند تشيك اوت. خلينا نروح نشوف شو تشيك ان اند تشيك اوت في تريمبل كونكت. فرضا انا هذا الورك ان بروجرس المفروض ما يكونش في الورك ان بروجرس، تمام، او حتى في الورك ان بروجرس تقدر يكون واحد من ستيك هولدرز، مثلا قدر يكون ساب كونتراكتور او مقاول، اذا حبيت ريلي حتخليه انفولفد من اول التصميم، لانه في بعض التصاميم بعض المشاريع او بعض الاستشاريين او الكونسلتنتس يدخلوا عادي الكونسلتنتس من الاول، السب كونسلتنتس عفوا من الاول، يعني من مرحله اول تصميم، ما يقولكمش يعني في سكتش ديزاين، بس حيكون انفولفد من الاول وراح يكون عنده اكسس على تريمبل كونكت او اني كومن داتا انفايرمنت، مش بالضروره يعني تكون تريمبل كونكت، وراح تكون عنده ملاحظات على التصميم لانه تكنيكلي هو افهم مني انا ككونسلتنت، تمام. انت مثلا على سبيل المثال شغال على هذا الفايل، هذا حاليا الفايل تخيلوا معايا، خلينا نشوف الاكتيفيتي، ايوه شوفوا معايا، يقول لي شفتوا نوتيفيكيشن عمر، المهندس عمر الناطور داونلودد وان فايل كذا كذا كذا، زي ما شايفين راح نعرف مين اللي عمل داونلود، حتعرفوا مين اللي عمل داونلود للفايل، يعني انت راح تتاكد هل الشخص اللي شيرت معاه الفايل هل حمل الفايل او لا، وش تعمل تروح الاكتيفيتي. يعني انتو كانفورميشنز مانجر انفورميشن مانجرز عفوا لازم دائما تكون عندكم مره على مره تشوفوا الاكتيفيتي مشان تكون عندكم تحكم وتكون everything it will be traceable في المشروع. خلينا نرجع لموضوعنا، اوكي، الورك ان بروجرس اركتكتورال موديل، الفايل هذا قلنا قلنا فرضا انا عامل اكسس للسبلاير او سب كونسلتنت على الموديل او هو اغلب الظن حيكون موديل، يعني احنا اذا شغالين في البيم انفايرمنت راح يكون موديل. انا بعدني ما خلصت، يعني او كيف يعرف السبلاير او كيف يعرف السب كونسلتنت او كيف يعرف الفابريكيتر مش السبلاير عفوا انه مازالني شغال واصبر، يعني حتقول له بطريقه غير مباشره اصبر عليه شوي، لا تستعمل الموديل لحين ما خلص. في شغله هنا في التريمبل كونكت اسمها تشيك ان اند تشيك اوت. وين تلقى تشيك ان اند تشيك اوت؟ شايفين هذا من 3 دوتس، 3 نقاط، بمجرد ما تعمل كليك حتشوف تشيك ان فايل اند تشيك اوت فايل. طيب إذا حبيت نوصل للسب كونسلتنت أو لأي طرف يهمه إنه يستعمل هذا الفايل، إنه أنا مازالني شغال، وش نعمل؟ نعمل تشيك على الفايل، جي 3 دوتس، نعمل له شو؟ تشيك أوت. انتبهوا معي، بمجرد ما نعمل تشيك أوت راح تشوفوا زي اللوك اتعمل قدام الفايل. وش معناها اللوك؟ معناها الفايل يعني اتس بروتكتد. يعني فرضا انا سبلاير دخلت اوكي شفت مازال، يعني مازال على سبيل المثال المعماري او المودلر مازال ما خلصش شغله، اذا انا لازم استنى شويه عليه حتى نشوف بلي هذا تشيك ان. طيب هذا شو معناه؟ معناه اني لما اروح لتريمبل كونكت سينك اعمل سانكرونايز، بس ما نتكلش 100% على هذا الفايل لانه مش خلصان بعد. طيب قلنا لما تعمل تشيك out معناها انت وصلت رساله indirect لل all involved stakeholders انه بعدك شغال على الفايل. اذا خلصت تروح لثلاث نقاط وتعمل check in وراح تشوفوا باللي اللوك راح ينشال اوتوماتيكلي. احنا عندنا تو تايبس اوف check in and check out، عندك check in and check out للفايل itself و check in and check out للفولدر. الفولدر لما تيجي للفولدر مثلا اركايف، خلينا نروح الورك ان بروجرس احسن لانه فيه سب فولدرز وفيه فايلز. لما تيجي للفولدر احنا وش قلنا؟ الفايل تقدر تعمله تشيك ان اند تشيك اوت. الفايل يحتمل العديد من التعريف، قادر يكون 3 دي موديل بريفيت تكلا ستراكشر اي اف سي. تمام. اذا جينا الورك ان بروجرس اللي هو يعتبر فولدر يحتوي على فايلات، نقدر نعمل له نفس الشيء، نقدر نعمل له تشيك اوت. بس لو ملاحظين انه الورك ان بروجرس فولدر ما جاش قدامه شو؟ ما جاش قدامه اللي هي اللوك. ليش؟ لانه الفولدر في تريمبل كونكت ما تقدرش تعمل له تشيك اوت. بس لو تعمل كليك على الورك ان بروجرس وتروح للاركتكتشرال موديل حتشوف باللي كامل الفايلات اللي هو داخل الفولدر it will be checked out. بمجرد ما تخلص تعمل كليك ترجع وتعمل check in. check in معناها check in items. are you sure you want to override check out? yes. خلاص يعني لو نرجع حتشوفوا باللي الفايلات بالكامل خلاص نشال منها check out. يعني نقدر انا كسب كونسلتنت نستعمل شو؟ نستعمل الفايل هذا. طيب اذا عملت check out ونشوف هل يعمل لي sync او لا. هنرجع ل يعني هنرجع لموضوع السينك هنشوفه مع بعض. يعني طيب نشيل check out or check أو file lock منه it's checked out. سو نعمل له check in. طيب check in check out مهمة جدا في عملية coordination and work in collaboration in environment. طيب شو موجود في 3 dots أو الأوبشنز اللي متوفر في 3 dots؟ عندك move to تقدر تعمل له move هذا الفايل وتختار another folder تعمل له move here، تختار اي فولدر. على سبيل المثال اذا انا شايفه انه هذا مش working progress ممكن يكون عفوا shared I can move it here. يعني تمام خلاص تحرك راح للشارد ونرجع للفولدر structure ونجينا هنا للشارد وراح نشوف باللي الفولدر تحرك وصار في الشارد او الفايل تحرك وصار في الشارد فولدر. من الاشياء الثانيه عندك delete تشيله نهائيا من شو اسمه من الانفورميشن كونتينر. بمجرد ما تعمل له ديليت وتعمل سبميت بالخطا تقدر ترجع الاكتيفيتي وتعمل له ريستور. وهذه اللي حكيت لكم عليها اخر مره انه ممكن واحد بالغلط او واحد اتعمد على حسب يعني كل واحد حسب يعني سيتويشن تقدر تعمل له ريستور من الاكتيفيتي. ولو ترجع للفولدر اللي هو شارد راح تلقاه موجود عندك. يعني ما تخافش في الكومن داتا انفايرمنت اللي هو على سبيل المثال حاليا عندنا احنا شو اسمه عندنا تريمبل كونكت وراح نشوف ان شاء الله بعد تريمبل كونكت اذا الله وفقنا في سي دي ثاني اللي هو يسمى بستريم بيم. هذا الكومن داتا انفايرمنت مطورينه ناس من هولندا يعتبر من الفيري باورفول كومن داتا انفايرمنت خصوصا during the construction phase. لو تروح للشارد حتلقى الفايل ارجع من اول جديد. تعملت delete بس اذا شفت انه بالخطا او بالعمد انشال صار له delete تقدر تروح للاكتيفيتي وتعمل له ريستور. طيب شو عنا الاوبشنز الثانيين؟ عنا add to release. release بصراحه انا حنخصص لها كورس كامل يتكلم على الريليز. الريليز هي تعتبر مثل او تعريف ثاني لشيء يسمى publish. يعني انت خلصت يعني. او تعريف ثاني الابروف ذا دروينجز فروم ميونيسيباليتي، هذه وش معناها ريليز؟ ريليز يعني اتس اوتبوت خلاص يعني فاينل، بمجرد ما تعمل لها ريليز تقدرش تروح ترجع وتعدل في الفايل او الفولدر او الاوتبوت. هذه راح احكي لها راح نحكي عليها بالتفصيل ان شاء الله. اد تو دو على سبيل المثال، هذا الفولدر انت حملته كذا وجي تعمل له اد تو دو، يو كان اساين تاسك، تقدر تكتب تو دو على الفايل على سبيل المثال، تايتل ريكوايرد تشيكينج على سبيل المثال، تشيكينج اكسس اور جريدز، يعني انت بعد ما تخلص، او تشيكينج بروبرتيز. خلينا نحكي بموضوع المودلز احسن، خلينا من 2 دي وما 2 دي. وديسكريبشن على سبيل المثال تكتب dear all please check the added properties and send your comments. على سبيل المثال انت حريص جدا انك تدخل the right informations ويكون البروبرتيز صح، مشان لما تصدروا IFC يكون IFC صحيح الى او IFC يعني correct IFC، مشان ما تتعبش من بعد في الكوردينيشن. تقدر تعمل تو دو للتيم، يو اساين جروب اور تيم على سبيل المثال بالكامل، اركتكتشرال ديبارتمنت، تقول لهم من فضلكم شيكوا على البروبرتيز واعطوني الكومنت. برايورتي تحطها كريتيكال على سبيل المثال، ديو ديت تايب اتس ريكوست على سبيل المثال، وتسيف معاهم، او يو كان سيف ذا تو دو. بمجرد ما تعمل سيف ذا دو اتس لايك تاسك، هذه اتس لايك التاسك يعني اعطيتهم تاسك زي ما حكينا عليه اخر مره، وراح نحكي ليه، مازال راح نحكي على تو دو بس احنا نمر عليه يعني مشان نفصل موضوع الاوبشنز المتوفره في البلاتفورم. تقدر قلت لك يو كان كرييت تو دو وتبعت الكامل التيم ويشيكوا على الموديل على الاي اف سي على سبيل المثال، او على البروبرتيز عفوا بيفور يو اكسبورتد تو اي اف سي. حتكون عندك حتى كواليتي كنترول، يعني هذا يعتبر من الكواليتي كنترول بروسس على سبيل المثال، تاخذ راي التيم اللي عندك بعد ما شيكته انت، تمام؟ او بعد ما شيكته تقدر تقول لهم بليز موديفاي على سبيل المثال، او بليز انسرت دورز اي اف سي تايب على سبيل المثال. ممكن هو اللي بعد ما شيكت انت ب بلاتفورم ثاني بيم كولاب زوم، تقدر تقول لهم انه الاي اف سي دورز تايب مش موجود، او تقول لهم بليز انسيرت دورز فايل ريتنج، تمام؟ او تقول لهم على سبيل المثال بليز ريموف على سبيل المثال فلورز او اي شيء بروبرتيز، راح يوصلهم تو دو اتس لايك التاسك. بمجرد ما يوصلهم راح يوصلك ايميل، يوصلهم ايميل ويخلصوا موضوع التاسك، تكون عندك انت نوتيفيكيشن، حتوصلك نوتيفيكيشن وتوصلهم هما نوتيفيكيشن. عندك possibility انك يو كان داونلود ذيس فايل، تمام؟ تقدر تعمل له داونلود، راح يتحمل عندك زي ما شايفين. شوف هذا الفايل، هذا الفايل اللي عندنا، تقدر تعمل له داونلود. عندك البوسيبيليتي انك قلنا تو دو تشيك ان تشيك اوت، شفنا اكسبورت تو اكسل. شو هذا اكسبورت تو اكسل؟ تقدر تعمل اكسبورت للكامل الفايلات اللي موجوده، حتطلع لك في اكسل شيت وين حتشوف شو عندك كديليفربلز، خلينا نقول شو عندك اوتبوتس. ممكن تستعمل اكسل شيت من بعد. وعندنا النقطه الاخيره اللي هي tags. add tags عنا different type of tags، يعني هذا الفايل، شو هذا الفايل؟ ممكن تعطيه tag اللي هو خلينا نقول architectural، تعمل save. بمجرد ما تعمل save راح يكون عندك التاج موجود اللي هو architectural، يعني انت لما تدخل التاجز عندك حتشوف architectural structural MEP etc etc etc. مع انه انت في الفولدر structure من الاحسن او من المستحسن انهم يكونوا architectural وحدهم، structural وحدهم، والMEP وحدهم. ممكن التاجز تحتاجهم، مثلا قادر تسمي هذا خلينا نقول موديفاي، وجينا هنا تعمل له، قادر يكون هذا في الاركتكتشرال فولدر، قادر يكون ريبورت على سبيل المثال، تعمل سيف وتجي لهذه تشوف ريبورت على سبيل المثال. مش قادر يكون مثلا، قادر يكون خلينا ندخل مثلا فولدر ثاني، خلينا ندخل فولدر ثاني على سبيل المثال، مجرد مثال فقط. يعني انت لما تفتح الاركيتكتشرال موديل او الاركيتكتشرال فولدر عفوا، هذا مش ريبورت، هذا 2D drawings، تقدر تسميه تاج drawings على سبيل المثال. احنا نعطي بس امثله وانتم من بعد عندكم الحريه. هذا زي ما شايفين it's شو اسمه it's MOM minutes of meeting. تعمل اوكي سيف. التاجز يساعدك انك تشوف شو هو drawing، شو هو MOM، شو هو وتشوف الفلترز. من بعد تقدر تعمل فلتر باي تاج، باي اديتد ديت، باي يوزر، اللي حنشوفها من بعد ان شاء الله. على سبيل المثال تقدر تشوف ريفيجن ديت تاج، تقدر تغير السايز، تقدر تعمل الكلاسيفيكيشن باي سايز او فلتريشن باي سايز. هذه حنشوفها من بعد بالتفصيل اكيد مع بعض بالكودينج، لانه هذا دخله في الايزو 19650 نيمينج كونفنشن. شو عندنا من بعد في الفايل؟ 3 دوتس خلصنا، وقلنا تقدر تحمل الفايل، تقدر تعمل له شير من اول وجديد. قبل ما نروح النقطة الثانية، هل في اي سؤال؟ طيب النقطة الثانية، هو حكينا أول مرة لو تذكروا الكورس الأول، قلنا إنه تريمبل كونكت فيه 5 ابلكيشنز. قلنا تريمبل كونكت فور ويندوز اللي هو ديسكتوب ابلكيشن، حنحكي عليها من بعد هذه. قلنا تريمبل كونكت فور موبايل، قلنا الابلكيشن تنزله على الموبايل. قلنا في تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي اللي هو خاص بالهولولانس اللي هو ديفلوبد باي مايكروسوفت. وعندنا تريمبل كونكت سينك، وعندنا تريمبل كونكت فور ريفيت اند كونكت فيجوالايزر عفوا اللي هو 3 دي فيور باي ديفولت. وعندنا ستيتوس شيرنج، وعندنا تريمبل سينك مانجر فور مابينج اند اتسترا. من بين الابلكيشنز يعني احنا حاليا شغالين على تريمبل كونكت فور اور الويب براوزر. من الاشياء الثانيه اللي هي مهمه جدا، اللي هي خلينا نقول القلب النابض للسنكرونايزيشن في الكومن داتا انفايرمنت، تريمبل كونكت كومن داتا انفايرمنت عفوا، هو تريمبل كونكت سينك. تريمبل كونكت سينك يعتبر كحلقه توصل بينكم وبين all the project team members. خليني نفتح البينت من اول وجديد ونحشرح لكم. بس يعني انا بصراحه مش عارف ليش طيب اوكي ممتاز. طيب احنا عندنا على سبيل المثال الاركيتكتشرال تيم، وعندنا ستراكشرال تيم، وعندنا الام اي بي، عندنا سبلاير، عندنا كونتراكتر، عندنا الجنرال كونتراكتر، مجرد مثال بس. هذم او خلينا نقول structural architectural عندهم shared folder ما بينهم بين بعض. الarchitectural عنده shared folder بينه وبين MEP. خلينا نعطيها لون ثاني. على سبيل المثال الarchitectural عنده folder متشارك فيه هو والجنرال contractor. المعماري عنده بينه وبين sub contractors etc. طيب وش معناها فولدر يتشارك او شارد فولدر يعني بينهم بين بعض؟ يعني هذا ما يسميه الشارد. احنا ما عندناش شارد فولدر واحد في الكومن داتا انفايرمنت. هو صح موجود عندنا 4 تايبس، عندنا الورك ان بروجرس، شارد، بابليشد اند اركايفد. بس عمليا هو عندك كذا شارد فولدر. تخيلتوا معي الكم الهائل من الشيرد فولدرز، يعني مش واحد هو بس، يعني زي المات 1 2 3 4، لا هي كذا شيرد فولدرز عفوا. وعندك الببلشد اللي هو حيكون واحد او اثنين على حسب، يعني على حسب الاستراتيجيه حنحكي عليها من بعد. وعندك الاركايف راح يكون واحد. طيب فرضا بيني وبين structural اللي هو خلينا نقول 3D model. تمام، بيني وبين structural 3D model. لما اخلص انا شغلي كتيم او كتيم لما يخلصوا شغلهم، في واحد مسؤول على الكومن داتا environment اللي هو اللي راح يحط الفولدر في الشيرد او راح يحط الفايل في الشيرد فولدر. طيب structural engineer او structural team منتظرين الاركيتكتورال team عشان ينزلوا الفايل. طيب لما يحط هذا او لما يخلص شغله ويسكر اللابتوب ويطلع، ولا عمره راح يوصلوا structural team، راح يوصلهم 3D موديل الا اذا عمل حركه واحده. الانفورميشن مانجر اللي خاص بالاركيتكتورال تيم لازم يعمل سانكرونايز. لما يعمل سانكرونايز راح توصل نوتيفيكيشن للتيم انه خلاص انتم شيرتوا الفايل تاعكم، عملتوا له سانكرونايز، وحتوصل للستراكشرال انه خلاص تم اعمل synchronization. you can use the file. فهمتوا علي؟ يعني السانكرونايز او Trimble Connect synchronize sync Trimble Connect sync هو let's say the green light of using the shared file. يعني بمجرد ما يخلص المعماري شغله يعمل sync the file it will be shared. structural بمجرد ما يخلص شغله يعمل sync it will be shared. والناس كلها تقدر you can customize the notification. يعني ممكن هذا الفولدر يشتركوا فيه كذا واحد، ممكن الام اي بي يشترك معكم، ممكن السبلاير يشترك معكم. بمجرد ما تعمل sync كامل الناس it will be notified، يعني باللي المعماري خلص شغله you can take the 3D model and use it. في الحالة هذه تقدر تستخدم check in and check out. تقدر تشير، بس تقدر تعمل check in and check out. تشير بمعنى انه لما توصل 80% ال 80% هذه كافيه للستراكشرال تيم انهم يشتغلوا ولحين ما تخلص الموديل 100%. شفتوا حركه المعلومات او الكوردينيشن كيف تتم؟ هذا بالمعنى البسيط. يعني فرضا انا حملت فولدر جديد على Trimble Connect زي ما شايفين. زي ما عملت انا، جبت 2D drawings، ندخل لبيم ارابيا. شارد اي فرضا حاليا شوفوا معي، حاليا عندي 3 فايلات 2 فايلز عفوا، وراح نشوف كيما لما ندخل 3rd فايل كيف نعمل sync. ركزوا معي بس لانه الامر بسيط يبقى له بس تركيز شويه. طيب ايش قلنا انه everybody it will be notified اذا استعملت السينك. اذا ما استعملتش السينك مستحيل راح يوصلهم نوتيفيكيشن ومستحيل يقدروا يستعملوا الموديل. سانكرونايز عندها معنى ثاني. المعنى الثاني للسانكرونايز اللي هي انت لما تعمل سينك الشغل اللي نزلته على Trimble Connect راح ينزل بطبيعه الحال على Trimble Connect وراح ينزل عندك في السيرفر. يعني الداتا راح تكون سيرفر بيزد وحتكون كلاود بيزد. تمام، لذلك لما تدخلوا على Trimble Connect Desktop راح تشوفوا رمزين اللي هما وينهم؟ خلينا نشوف. ايه لما تدخل على Trimble Connect Sync قصدي Trimble Connect Desktop راح تشوف رمزين. راح تشوف اللي هو هذا the project it's in cloud or خلينا نعمل بس refresh. حتشوف انه يعطيك notification يقول لك this project exists only in the cloud. تمام، يعني exist only in the cloud. لما تعمل له synchronize يقول لك this project existing both، وش معناها locally in the server and in the cloud. واضح؟ هذه وش معناها لما تعمل سينك. اذا حبيت تشتغل بس بتريمبل كونكت وخليت المشروع في تريمبل كونكت اتس لايك يعني موجود بس في الكلاود. زي ما احنا بيم اريبيا مازلنا ما عملناش ليه سينك. يعني بيم اريبيا حاليا لو تشوفوا معايا بس هذا احنا عندنا البروجكت هذم انا عامل لهم باث عندي في السيرفر او في اللابتوب او في البي سي زي ما شايفين. بس بيم اريبيا مش موجود، مش موجود بيم اريبيا. حتشوفهم بعد شوي لما اعمل سينك واحدد الباث راح يتكريت عندي فايل هنا اسمه بيم اريبيا. يعني اذا كان واحد في استراليا، في 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 في, في الشيلي، في مصر، في بلجيوم، انجلند، اي شيء يخلص ويعمل له سينك حينزل عندي وراح ينزل عنده هو، وراح ينزل بطبيعه الحال في الكلاود. على هذه التريمبل كونكت سينك مهم جدا. طيب خلينا نحكي على تريمبل كونكت سينك. زي ما شايفين التريمبل كونكت سينك راح تشوف كامل المشاريع اللي موجوده عندك. لما تفتح تريمبل كونكت سينك راح تشوف تو ثينجز، يعني عندك تشوف البروجكت سينك اكتيفيتي، تشوف شو السينكرونايزيشن اوبريشنز اللي عملتهم، تقدر تحمل الفايل، تقدر you can upload it، you can even يعني download it. تمام، زي ما شايفين هذا upload complete. نمشي واحدة واحدة. البروجكت زي ما شايفين عندك البروجكت سيرفر. لازم مرات يا جماعة لما تنزلوا تريمبل كونكت يروح لكم اوتوماتيكلي نورث امريكا. حتشوف مشروع واحد بس تستغرب انت وين. انتبهوا لانها مرات تكون صغيرة ما تبينش، حاولوا تحطوا السيرفر الصح. مرات تحط يوروب تشوف انه ما عندك ولا مشروع، وتروح لتريمبل كونكت تلقى عندك 5 ولا 6 مشاريع، تقول شو المشكل وكذا. فهمت؟ يعني لازم تنتبه انه السيرفر مختار صح. حتشوفوا كامل المشاريع. انت لما تفتح تريمبل كونكت سينك اعمل ريفرش، ممكن تكريت مشروع، يعني تكريت مشروع في التريمبل كونكت وبراوزر على سبيل المثال وما يطلع لكش هنا. وش حتعمل؟ يعني دونت بانيك، يعني ارواح بس الريفرش ناو، تعمل ريفرش راح يطلع لك اوتوماتيكلي في تريمبل كونكت سينك. زي ما شايفين عندنا سينك وعندنا ادفانسد. السينك بمجرد ما تعمل سينك راح تطلع لك انذر باليت اللي هي تشوف الفولدرات اللي تكريتت من اول الكورس. زي ما شايفين هذه موجوده في الكلاود، هذه كامل موجوده في الكلاود. انا حاب وش راح نعمل، حاب ننزلها عندي في اللوكلي في السيرفر او في اللابتوب. زي ما شايفين الفولدر او السينكرونايزيشن او باث او بروجكت باث موجود عندي في السي. انا فرضا حاب نغير له الباث تاعو. وش تعملوا؟ بسيطه جدا، تجون هنا تكتبوا وين حابين تحطوا الفايل. تكتب مثلا بيم اريبيا بروجكت تست بروجكت سي دي بس، وجينا هنا التريمبل كونكت سينك وتروح لشغله اسمها ادفانسد. بعد ما تعمل ادفانسد حجي يوجد عندك شيء اسمه اديت، وحتشوف طلع لك كذا اوبشن في الاديت. سكيدجول نيم فول بروجكت سينك، يعني اتس فول بروجكت سينك، يعني مش راح تختار واحد. شوف بعد كيف تعمل كاستمايزيشن للسينكرونايزيشن عفوا. عندك الفولدرز اللي موجودين زي ما شايفين موجود فقط على الكلاود، مش موجود على اللوكالي في السيرفر. بمجرد ما تعمل سينك حيصيروا تشيك الاثنين وحنشوف مع بعض. وعندك الفلترز، ممكن تعمل فلتر بالنسبه ل بالنسبه للسينكرونايزيشن، ممكن تقدر تعمل فلتر بس الريفت فايلز تقدر. وعندك الاليرتس، نوتيفاي اون سينك كونفليكتس، نوتيفاي اون سينك ايرور. يعني اذا كان عندك ايرور في السينكرونايزيشن راح تجيك نوتيفيكيشن، وراح تشوف النوتيفيكيشن يجيك في الايميل اللي مسجل عليه المشروع. تمام، نبدا من اول شيء اللي هو ديتيلز. غالبا البي دايركشنال اللي هي مستعمله، يعني السينكرونايز حتكون او السينك اوبريشن حتكون ذهابا وايابا. تمام، يعني هو يعمل سينك يوصلك، تعمل انت سينك يوصله. يعني في عندك الابلود اونلي تحميل فقط، وعندك داونلود اونلي، وعندك لوكال ترانسفير. حيكون اذا كنت شغال بلوكال نتورك حيكون فقط لوكال ترانسفير من دون ما يروح للكلاود. طيب وان مهمه جدا. متى تعمل سينكرونايز خليها مانيوال، يعني انت تتحكم في السينكرونايزيشن احسن، او تحب hourly it will be done automatically every 15 minutes، او تخليها daily كل يوم على الساعة الفلانية كذا بتوقيت كذا راح تصير هناك سنكرونايزيشن اوتوماتيكلي. وفي عندك الويكلي، ودي ما ننصحش بها اكيد، مستحيل تعمل سنكرونايزيشن كل اسبوع، راح تضيع اشياء كثير يعني. هذه يعني تقدر تعمل اورلي ديلي ويكلي. هذه مش بالضروره انه هذا خطا، بس كل واحد وطريقه شغله يا شباب، لانه مرات يكون مشروع صغير وما يستاهلش انه كل دقيقه يعمل سينك يعني. وحتى ستيك هولدرز او البروجكت تيم ممبرز راح يكونوا ليميتد يعني، يتحسبوا على الاصابع اليدين يعني. بس انا نفضل انه نروح مانوال، لانه متى ما حبيت تعمل سنكرونايزيشن تقدر تعمل سينك. وحاليا وصلنا لهذه اللي هي بروجكت لوكيشن. تعمل براوزر وتروح تختار الفولدر اللي كريته من شويه اللي هو موجود في الدي، وروح البيم اريبيا هذا التست، تعمل اوكي. بمجرد ما تعمل بيم اريبيا تست بروجكت سي دي، بمجرد ما تعمل دان خلاص انت غيرت الفولدر باث. طيب شوفوا معي الشغله هذه، شوفوا معي الشغله هذه. انا حاليا عملت الفولدر باث او السينكرونايزيشن باث على البيم اريبيا زي ما شايفين. هذا فاضي صح، بيم اريبيا تست بروجكت سي دي، ها فاضي صح. لما نعمل سينك سينكرونايز اكيد راح يعطيك الاوبشن انك تختار انه فايل اللي تعمل له سينكرونايز وانه فايل اللي ما تعملوش سينكرونايز. انا حاليا حنعمل لهم بالكامل سينك ناو، حتصير تشوفوا انه يعمل داونلودينج. تمام، خلصت سينكرونايزيشن، جينا هنا على البيم اريبيا اوب، صار عندي الفولدر بالكامل في الفايلات بالكامل او فايلات المشروع بالكامل موجوده عندي. شو اهميه السينك؟ شوفوا الحركه اللي راح يعني حركه رائعه جدا يعني. على سبيل المثال انا شغال لوكلي يعني في السيرفر، حبيت نحط شغله اللي هي مثلا خلينا نرجع. حاليا حاب نعمل سينك لتريمبل كونكت. اوكي انا من شويه خلصت، يقول لك نو تشينجز تو سينك، ما صار ولا شيء. تمام اوكي. انا انفورميشن مانجر، انا منتظر ستراكشر التيم يحملوا لي فايل مثلا، مجرد مثال. نجي مثلا لهذه وناخذ كوبي للصوره هذه مثلا. اوكي انا شغال في السيرفر مش شغال في الكلاود. ها راح نقول لكم في الكلاود وش تعملوا. وش قلنا؟ ايه. ونجي نعمل لها نو سوري مش هذه، ونجينا هنا للسي دي اللي هي خاصه بالبيم اريبيا ونعمل بيست. تمام. وش عملت الحين؟ انا ستراكشرال او عفوا يعني واحد من التيم ممبرز عنده اكسس على السيرفر، حمل لك الصوره اللي هي البانوراميك 360 هذه. خلصت اوكي. نجي انا انفورميشن مانجر ونعمل كانسل، نعمل سينك. بمجرد ما اعمل سينك وش يطلع لي؟ يطلع لي الصوره اللي حطيتها في شو اسمه هذا. طيب شوفوا معي، الصوره موجوده حاليا لوكالي. هل هي موجوده في الكلاود؟ خلينا نروح نشوف، ونفتح بيم اريبيا ونروح نشوف فولدر ستراكشر شيرد اند. ايوه شوفوا معي انا موجود حاليا 2 فايلز في الكلاود، وعندي 3 فايلز في راح بيم اريبيا. ايوه هذا عندي 3 فايلز عندي في اللابتوب، وعندي 2 فايلز في 2 فايلز في الكلاود. الثيرد تيم او الام اي بي تيم مازال ما يعرفش انه انا حملت فولدر. انا وش نعمل؟ نجي للسينك ونعمل سينك. اوكي قال لي عندك ليفينج روم، نعمل سينك. بمجرد ما نعمل سينك حاليا صار في الكلاود. دقيقة بس، صار في الكلاود بس مازال ما عنيش في الكلاود. وش نعمل؟ نعمل ريفرش يعني عادي، تعمل ريفرش حينزل عندك اوتوماتيكلي في الكلاود. شايفين نزلت اللي هي ليفينج روم 3 الجي باج اللي هي الصورة، نزلت في الكلاود. بدوره الام اي بي او ستراكترال لو يعمل سينك راح يشوف الصورة هذه عنده، تنزل عنده. تمام، تنزل عنده في الكلاود، وتنزل عنده يفتح، لو يروح يفتح اللابتوب معي يعمل سينك حيشوف باللي صورة نزلت عنده في اللوكالي عنده في السيرفر. وهذه هي أهمية تريمبل كونكت سينك. طيب وش عندنا في التريمبل كونكت سينك؟ عندك ساين ان، ستي ساين ان اور ساين اوت، البروكسي اللي هي سيرفر ما سيرفر يعني، تقدر يعني عندها علاقه بجامعه الاي تي، وممكن يضبطوا لك السيرفر، البروكسي تايب اتسترا. تمام. عندك الادفانسد اد سينك سكيدول، ممكن تعمل 1 باي 1 على حسب يعني. ادفانسد سينك اول سكيدولز، يعني ممكن تشير شغله بشغله، مثلا هون مثلا تعمل سكيدول او تعمل سينك لشغله، تمام، وهذه تعمل سينك لشغله ثانيه على سبيل المثال. عندك البوسيبيليتي، يعني مش يعني بالضروره انك تعمل سينك لكامل الاشياء، او فهمتوا علي؟ طيب هذا هو تريمبل كونكت سينك. يعني السينك هو يعتبر شيء بسيط يعني زي ما شايفين، يعني مش شيء معقد، بس فعلا من محركات او يحرك لك الانفورميشن اكستشينج، حركتها يعني حتكون فيري سموث، وتقدر تكون ملم بكامل حركة المعلومات اللي موجودة في المشروع. وش عندنا ثاني في تريمبل كونكت سينك؟ واكيد الفولدر ستراكتشر اللي موجود في ال في ال في ال في الكلاود، او موجود عندك في اللابتوب، حيكون نفس الشيء اللي هو موجود عندك في التريمبل كونكت سينك. وحكينا على السيرفر، تقدر يكون سيرش اذا عندك مئات المشاريع، تقدر تدور على المشروع بالاسم، تشوف السينك اكتيفيتيز شفناها، وتقدر تعمل سينك اول بروجكت. فرضا ممكن ننزل او تحدث موديل في المكان هذا، وتحدث موديل في المكان هذا، وتحدث موديل في المكان هذا، تقدر تعمل سينك اول بروجكتس، it will be synced automatically. في شغله ثانيه بالنسبه لتريمبل كونكت سينك، خليني نفتح، خليني نحمل هذا كوبي، ونجي للشيرد نعمل بيست. شايفين معي صح؟ نروح نعمل سينك من اول وجديد. select schedule، اوكي select schedule هذا. طيب انا تريمبل كونكت وبنر دوكيومنتس، يو كان سينك ات. هذا دوخني schedule ثاني نشيله. هتشوفوا واحد الحركه يعني جميله جدا. طيب عملت سينكرونايز للوورد فايل، نعود نعمل سينكرونايز من اول وجديد. ما عندي ولا شيء. فرضا انا دخلت على الوورد فايل هذا، تمام، وعدلت فيه، ديليت، وعملت سيف، تمام. يعني دخلت على الموديل، عملت فيه تعديلات بسيطه، وعملت سيف. هل يعمل لي سينكرونايز؟ ما بعرف، خلينا نشوف. شفتوا؟ اي تحديث تعمله في الفايل وتسيفه وتسكروا الفايل راح يقول لك you can synchronize it. يعني all the team members they will be يعني updated. اي تغيير تسويه في الموديل وتعمل سيف وتقفل، تقدر تعمل له سينك وحيولي updated، وحتعمل له تحديثات يعني خلينا نقول فوريه. تمام، تعمل سينك، ولو يفتح structural information team ولا مش عارف شو يسموه، يلقاه تعدل بطبيعة الحال، يلقاه تعدل. في شغلة ثانية مهمة جدا، وانت فاتح الفايل سيف، السينك ما يعملكش وانت فاتح الفايل، يعني لازم تسكر الفايل زي ما شايفين. يقول لك some files I are trying to sync are open in another program، يقول لك cancel sync، لازم تسكر الفايل. على سبيل المثال تعمل سيف وتسكر الفايل، ولما تعمل سينك اكيد حيعمل سينك لانه احنا اضفنا الحروف وكذا، وتعمل سينك ناو. والفايل it will be updated automatically بالسينك. يعني هذا سينك بصراحة مهم جدا في موضوع common data environment. هذه من الاشياء اللي خلتنا نختار التريمبل كونكت انه فيه الكثير من الاوبشنز اللي مش موجوده في الاذر كومن داتا انفايرمنت بلاتفورمز. وبصراحه هذا الشيء يعني حيسهل عليكم الشغل اذا تعودتوا عليه. في سؤال: هاي بلال، واي تريمبل كونكت از بيتر از بيم 360؟ والله بصراحه ما نقدرش نقول لكم انه هو احسن، بس حاليا تريمبل كونكت يعتبر من احسن السي ديز اللي موجوده في الماركت، يعتبر من احسن السي ديز مقارنه بسعره ومقارنه بالفيتشرز اللي موجوده فيه. لذلك انتم كبيم امبلمنتيترز، أو إذا حبيتوا تطبقوا موضوع البيم، if you want to implement BIM in your company، لازم تشوفوا الموضوع من كذا جهة. يعني ما تشوفوش فقط من ناحية واو عندي BIM 360 من أوتوداسك ولا anyway، على حسب كل واحد. لازم تدرس الموضوع من ناحية الكوست، تدرس الموضوع من ناحية الفيتشرز اللي موجودين. على سبيل المثال عندك بيم اول بلان بيم بلس اللي حنحكي عليه ان شاء الله مستقبلا في اخر درس، نعمل مقارنه لخمسه او سته سي ديز، راح نقول لكم كيف طلعوا المقارنات يعني، وكيف شو التكنيكس اللي تخليكم تختاروا the best platform for your workflow، سواء في الاوثورين تولز، سواء في السي دي، في الكولابوريشن كوردينيشن تولز اور بلاتفورمز. لازم يكون اختياركم على اساس شو تحتاج حاليا ومن دون تكلف. يعني انت ليش تشتري بلاتفورم غالي وفيه فيتشرز مش محتاجها حاليا في البايلوت بروجكت، خليني نقول يعني حتصرف فلوس على الفاضي. تمام. على سبيل المثال قادر تريمبل كونكت تستخدم لايسنس واحد، تخلي التيم يتعلم عليه، وحتشوف اشياء كثيره بصراحه فيه. يعني احنا مازلنا ان شاء الله اذا مشينا في الكورسات راح نشوف العديد من الفيتشرز اللي مش موجوده في سي ديز ثاني، اللي حتسهل عليك سواء في الديزاين فيز، سواء في الكونستراكشن، ايفن في الفاسيليتي مانجمنت. مازلنا ما دخلناش في حته الكلاسيفيكيشن، في البروبرتيز، في الكلاش ديتكشن، مازلنا ما دخلناش في حته كيف تعمل كوردينيشن بينك وبين other team members during the modeling phase، ولما تكون ما بينكم بين بعض IFC model، كيف تعمل كيف يكونوا اوفرلايد، كيف يكون عندهم نفس ال shared points. تقدر بالتريمبل كونكت تقدر وين وصلت؟ انا بصراحة كنت بقرا في سؤال، عفوا، كان install the published as a Revit file not as IFC to link it. اي مش عارف اذا فهمت سؤالك. هذا to publish architectural model as Revit file not as IFC. طيب، في ملاحظة قلتها اول كورس فيما يخص، او على ما اظن في كورسات السي ديز اللي عملناها من كذا من شهر تقريبا او من شهرين. في الريفت انت لما تشتغل ريفت على سبيل المثال، خلينا نفتح مشروع ونشوف. هذه معلومه مهمه جدا فيما يخص، ما دامنا احنا في مود الشير داتا والشيرنج والورك ان بروجرس. طيب، على سبيل المثال انا حاليا شغال الريفت، على سبيل المثال شغال، خلصت. عندك two options to publish or to publish the 3D model، خلينا نقول Trimble Connect by default. انتبهوا لي الكلمة دي يعني مهمة جدا. Trimble Connect by default ما يفتحلكش Revit file مدى الحياة، مستحيل حيفتح لك Revit file. هنقول لكم ليش ما يفتح لكمش Revit file وكيف تصلحوا الموضوع، وليش ما يفتحش اصلا Revit file. لو اروح للسي دي الورك ان بروجرس، نفتح مشروع موجود structural، او نشوف هذا الاركتكتورال موديل ونشوف شيء اسمه Revit. هذا Revit RVT. بمجرد ما تعمل كليك هنا فيو، على فكرة يعني في تحديثات أسبوعية يومية شهرية على تريمبل كونكت. الناس شغالين بجد جديا يعني بصراحة. هذا ال 3D Viewer اللي موجود في تريمبل كونكت. أنا حاب أفتح ال RVT Model صح؟ شو شايفين أنتو؟ شايفين Conversation in Progress. لو جو بكرة نفس الشيء، بعد بكرة نفس الشيء. هتسألوني ليش السبب، يعني ليش ما تريمبل كونكت ما يقدرش يقرأ أو يشوف الريفت موديل. وراح تشوفوا إذا حابين تتأكدوا الموضوع لو أفتح IFC موديل ونعمل له فيو هيفتح مباشرة ما يطول. شوفوا الفرق بين هذا Conversation in Progress وشوفوا هذا، راح تشوفوا زي كيف يتحمل ويتفتح مباشرة. دقيقة بس زي ما شايفين ها، هذا الاي اف سي اتفتح معايا والريفت موديل كونفرسيشن ان بروجرس. طيب كيف نخلي تريمبل كونكت يقرا لي الار في تي، او وش معناها هذه ريفت او تريمبل كونكت مش عاطيك البوسيبيليتي انك تشوف الريفت موديل؟ لانه باي ديفولت تريمبل كونكت معتبر ريفت فولدر او الريفت موديل still in progress still work in progress، يعني you cannot it's not published yet. فهمتوا علي؟ يعني حاليا هذا الريفت فايل وانا حطيت الريفت فايل عندكم في سي دي اي، تريمبل كونكت يقول لي it's not published yet or it's not shared yet how can I view it. هو عطيني الحل، يعني انا ما اقدرش نقرا ريفت، هو عاطيني الحل. وين عاطيني الحل؟ في بلجين موجود في الريفت اللي هو اسمه شفناه هذا اوريكم هنا، خلينا نشوف اللي هو الريفت او تريمبل كونكت فور ريفت. هذا حملوه اتس بلجين عندكم 2019 2021 راح تلقاوه في الاد ان موجود تريمبل كونكت. بمجرد ما تعمل فايل ابلودر راح تعطيه الاوكي، راح تعطي الاوكي للتريمبل كونكت انه يشوف الريفت فايل. حنشوف لما نعمل ساين ان. دقيقه بس، هذه حبيت نخصلها درس وحده بس معليش يعني حنعودها من بعد. ساين ان اي اف سي باي ديفولت، يعني مهما كان الاي اف سي تقدر تشوفه في الريفت. زي ما شايفين حيفتح لك يقول لك تشوف البروجكت ان ايجيا سيرفر، وتقدر تعمل له ابلود. بمجرد ما تعمل له ابلود اوكي، خلينا نشوف هذا يتحمل بس، خلينا نعمل ريفرش لانه بصراحه ما مانيش عامل حسابي نعطيكم على التريمبل كونكت في الريفت اليوم، لانه لازم نعمل له شو اسمه مش ابجريد، نعمل له تحديث للفيرجن. بمجرد ما تختار البروجكتس ان ايجيا راح يعطيك الفولدر ستراكشر اللي موجوده تمام، وتحمل وتعمل له ابلود، تعمل له ابلود تكريت له فايل خاص به زي ما عامل انا في لو اراويكم تشوفوا على سبيل المثال في هذا المشروع في الاركيتكتشرال موديل اللي هو الورك ان بروجرس سي دي ورك ان بروجرس وينو اللي هو بيم كولاب. هذا على سبيل المثال نقدر نشوفه عادي بالريفت قصدي بالتريمبل كونكت لاني عملت له بابلش، لاني عملت له بابلش. هذا لو تسمحوا لي لانه بعدني ما عملت the new version of الاد ان. لو نشوفه مع بعض، هذا ريفت موديل زي ما شايفين، هذا ريفت موديل RVT. شايفين؟ يعني عندك تو possibility انك تشوف الاي اف سي وتشوف الريفت موديل. الريفت موديل عندك وان كونديشن انك تعمل له publish بالتريمبل كونكت فور ريفت تمام. هذه دونت بانيك، هذه حنعمل لها درس خاص بها ان شاء الله، وراح نشوف كامل التفاصيل اللي خاصه بموضوع الشيرد والببلش فايلز اور موديلز. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من درس اليوم. نظن انه خلاص يعني مانيش حابه نكثر اكثر. في معلومات كثير بصراحة يعني موجودة في تريمبل كونكت. إن شاء الله تكونوا متشوقين أنكم تعرفوا هذه المعلومات زي ما أنا متشوق أني نشيرها معكم. راح نعطيكم كيف تتعاملوا بال2D drawings، كيف تكون ملاحظاتكم على 2D drawings، يعني شيء بصراحة رائع، يعني راح تستفيدوا إن شاء الله. نتمنى أنها توصلكم معلومة يعني اللي تقدروا تستعملوها في البروفيشنال واي. نظريا بصراحة لو كان يعني بس نظريا راح نقول لكم يعني في اليوتيوب تقدر تلقى أي شيء، بس يهمكم ويهمني أنا بالدرجة الأولى إنه أي شيء نتعلموه لازم نطبقوه عنا في الواقع، لأنه الواقع دائما راح يعكس لك أشياء ويطلع لك أشياء جديدة وإن أنت مش متوقع أنها تطلع لك يعني. خليني بس نعطيكم هذه، تشوفوا ال 2D Viewer لتريمبل كونكت باي ديفولت. تقدروا تشوفوا حتى الأوتوكاد، خليني نعطيكم إكزامبل على الأوتوكاد. عفوا الكاد فايلز، لينكد كاد مودلز، folder is empty. عفوا it's in shared، عفوا it's not in in work in progress. كاد مين وين راحت هذه؟ عفوا شاب drawings، لا it's in published. Sorry, it's family Taurius. It's in shared. ندور على الكاد فايل وينه عشان نشوفه. رفايز شاب دراويز مين اوف ميتي. عجيب. ايه سوري. It's work in progress. CAD files. Linked CAD model. Structural linked CAD model. هامليكم عفوا. وحنشوف نعمل view in. تحب 2D؟ ورا 3D. على فكرة هذه ال 2D viewer جديدة في التريمبل كونكت، أضافوها عندها شهر يعني، كانت من قبل 3D viewer. هذا هو ال PDF viewer، تقدر تشوف ال PDF، تقدر تعطي ملاحظاتك. رح نعمل درس خاص بهذا. حنشوف الأوتوكاد كيف تقدر تشوفه حتى بالتريمبل كونكت 2D، راح نشوفه حتى 2D viewer، نشوفهم مع ثلاثة مع بعض. في كم هائل يعني بصراحة من الأوبشنز اللي موجودة فيه، وراح نغطيها، نحاول نغطيها قدر المستطاع يعني. ممكن أنسى لي معلومة أو معلومتين، بس يعني إذا تذكرت راني نقول لكم عليها يعني مباشرة. أيوة هذا زي ما شايفين ال 2D الأوتوكاد وينه. ايوه وهذا 2D يفتح لك اياه وكانك عامل له برينت اوت في البي دي اف على سبيل المثال. شايفين عندك البوسيبيليتي تشوفه 2D، بوسيبيليتي تشوفه 3D، وتشوف البي دي اف، تشوف حتى الوورد، تشوف حتى الاكسل، يعني عندك الفيورز كثير يعني. على سبيل المثال شوف ورك ان بروجرس، وش عندنا ايه هذه لحد الساعه. خلينا نشوف ممكن في اكسل فايل عندي وحتى وورد، ممكن عندي وورد. نعم دقيقة بس، في الستاندردز اند بروتوكولز، بروتوكولز عندي بي دي اف. لا مانيش حاب نضيع الوقت ندور على الوورد فايل، بس على كل حال التريمبل تقدر تشوف به كذا فولدر اكستنشن. Hi Bilal, why Trimble Connect is IFC thanks, very interesting. Can you create template for folder structure and save it and publish it so we can use it again? Yes. I mean ISO، لا الISO حنوصلها من بعد. هذه الISO مش عارف اسمك شوي يعني، مش مهندس، بس الISO اللي هي النيمينج كونفنشن راح نحكي على الفولدر structure based on the ISO 19650، وراح نحكي على الفولدر ستراكشر وعلى نيمينج كونفنشن مع بعض. يعني في اشياء بصراحه اشياء كثير جدا يعني راح نشوفها مع بعض، اللي هي عندها علاقه بالايزو بالتريمبل كونكت، يعني في راح نشوفها ان شاء الله مع بعض، بس مش مره واحده راح نشوفها، اتس ستيب باي ستيب يعني. هذه نتمنى انه تكونوا استفدتوا من المحاضرة تاع اليوم. وإذا في عندكم أي أسئلة ثانية أنا جاهز. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية باشمهندس، كيف الحال؟ الله يسلمك. جزاك الله خير، بارك الله فيك على المعلومات. الله يسلمك يا رب. أنا في عندي سؤال صراحة. تفضل تفضل. أنا سويت إكزامبل على مشروعنا، فعندي لما حطيت كنت أحط على الداتا وعلى الإكسبلورر ما كان يطلع لي الكود والديسكربشن والريفجن، الخيارات اللي بقدر أسوي فيها اللي هي فلتر. نعم نعم، هذه باشمهندس عندها علاقة بالميتا داتا. تمام، هذه الميتا داتا راح نشوفها مع بعض ان شاء الله. دقيقة راح نشير الفايل واحد تفهمني على شو تتكلم يعني، لأنه اللي عندي بعد اوريدي فيه دقيقة راح نراوي كيف تعمل الميتا داتا. ثواني بس افتح انت تحكي على الريفيجن نمبر والكود صح؟ هذا ايش قصدك باشمهندس صح؟ صحيح، اللي بسوي فلتر من خلالهم صحيح. ايه دقيقة جايك ان شاء الله وراح نشوفها مع بعض. تسمح لي اشير بس؟ تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. طيب، في شغله في التريمبل كونكت اللي هي واي طيب في شغله في التريمبل كونكت زي ما شايفين عندك شغلتين مهمتين جدا، انا كنت راح نوصل لها من بعد يعني حنخصص لها درس لوحده، اسمها الفايل اتريبيوتس اند بروبرتي سيت لايبراريز. بروبرتي سيت لايبراريز عندها علاقة بالكلاسيفيكيشن، عندها علاقة بالكلاش ديتكشن. بصراحة هذه رهيبة يعني، هذه رهيبة جدا بروبرتي سات، راح اشوفها من بعد يعني. الفايل اتريبيوتس باشمهندس عمر اللي هي زي ما شايفها الايزو ميتا داتا تامبلت لايبراري، احنا نعلمكم من بعد كيف تعملوا ميتا داتا تامبلت لايبراري. انا سميتها الايزو 19650 بارت 2، وهذه راح تدخل التسميات اللي هي تحتاجها في خليني نقول اللي هي الفلترز، على سبيل المثال انا مسميها الايزو 19650 وانا بيزد اون ذا ايزو ندخل كامل المعلومات اللي موجوده هنا. فهمت علي باشمهندس؟ يعني الفلترز اللي شايفه انت مش يعني خليني اقول لك مش موجوده يعني من العدم، او انا اللي عملتها يعني. انت كبروجكت او انفورميشن مانجر لازم تعمل you have to customize your naming convention مشان يطلعوا لك الفلاتر هذم، وتعمل شو اسمها على سبيل المثال هذا مشان تطلع لك الريفيجن، الكود، الديسكريبشن based on the ISO 19650. هذا وش قصدك باشمهندس صح؟ بالضبط بالضبط، هذا اضافي يعني انت ضفتها. لا اضافي، هذا الاوبشن. شوف لايسنس تريمبل كونكت اذا طلعت لك من تكلا لسه ما عندها الميتا داتا او النيمينج كونفنشن، شغالين على الموضوع مشان يعملوا لها انتجريشن. اذا شاري اللايسنس دايركتلي من تريمبل موجوده في تريمبل، لذلك انا اول مره صارت لي قصه يعني نحكي لكم عليها. لما اشتريت اللايسنس من تريمبل انا في بالي كان تكلا، دورت على النيمينج كونفنشن ما حصلتهاش، حتى ما عنديش حتى البوسيبيليتي انه نعملها بابلش واستعملها. تواصلنا مباشره مع تريمبل كامباني وحلونا الموضوع من عندهم يعني. فهمت علي ولا لا؟ بس مهم جدا انه تكون عندك المرجعيه يعني اللي دخل بها النيمينج كونفنشن مشان تكون عندك التريسيبيليتي او يكون عندك الفلتريشن اسهل وبسيط يعني. تقدر تدخل اي فلتريشن، تقدر تعمل كاستمايزيشن لاي فلتريشن، ولازم يكون عندك التريمبل كونكت فور انتربرايز. لو شايفين لو نحط تي سي او الاي تي سي، هذه الاي تي سي هذه مش متوفر فيها نيمينج كونفنشن، على هذه اعطوني تريمبل شغله اسمها تريمبل كونكت انفينيت اللي هي فيها كامل الفيتشرز يعني. بس ان شاء الله هنوصل لها يا باشمهندس. هي موجوده في الادمنستريشن. حتى الخيارات هاي ما كانت تطلع لي لانه ممكن النسخه لانها فري. لا لا لا، النيمينج كونفنشن موجوده في الفري، المفروض موجوده في الفري. الفايل اتريبيوت هذا الانفورميشن كونتينر زي ما شايف، يعني انا اللي دخلته زي ما شايف. ريفيجن ديت ابروفد باي، مش مشكله. خلينا نعمل مثلا المره الجايه نصف ساعه او ربع ساعه، تشير انت التريمبل كونكت اللي عندك ونشوف شو المشكل بالضبط. مش مشكله ان شاء الله، اكيد محلوله اكيد. بس دائما اعملوا كلير للكاش فايلز، لازم يعني، لانه هذا هم بحكم انهم يعملوا تعديلات يوميه واسبوعيه راح تثقل عليك. خليني بس نشوف الاسئله هذو. turn on communication please turn. طيب هذه إذا في أي سؤال تفضلوا. أظن خلاص باشمهندس عمارة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا باشمهندسين. وإذا عندكم أي سؤال المرة الجاية تقدروا تسألوني عادي. المرة الجاية إن شاء الله راح نشوف شغلات أكثر، راح نتعمق فيه شوي شوي. وحاولوا تعملوا بروجكشن للشيء اللي شفتوه اليوم، ولو حتى معلومة واحدة أو حتى نصف معلومة حاولوا تعملوا لها بروجكشن عندكم في الشركه او في الاداره، وحاولوا تبنيوا عليها الاستراتيجيه الخاصه بكم ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحه والعافيه. مهندس عمر نظن خلاص يعني. الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير. الله يعافيكم وجزاكم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.